السلام عليكم الخوت من الاخر. نور الدين الشينوي بالنسبه للناس اللي كيقول لك هذه ما كومبا ما تيش العيبه، وشوف الشده صاحبي، الشده هي اللي ربحتوا بها. وشوفها شوفها هي جبت لكم من الاميما، اصلا انا ديك العيبه واخده من الاميما. وشوفوا كي واش كاين ولا ما كايناش، هاد التصويره الخوت نحطها لكم وشوفوا واش كاين في الاميما ولا ما كايناش. وخاين نور الدين الشينوي بالنسبه لديك البركاصه اللي مخشي فيها، فهمتيني؟ حشومه صاحبي، حشومه. لقاك ديك البركاصه ما كانت عامره بالزبل، ولقاك خويتي في الشارع وتخشيتي فيها، ريحه الصنار بقى عاطيه منك اصاحبي، ريحه الوسخ طالعه منك، فهمتيني؟ حشومه اصاحبي. هذاك اللوجيس راه ما كيشرفش الناس ديال سيدي حيا اخي، والله ما كيشرف الناس ديال سيدي حيا. خلينا نرد الشين وديك التعرعير وديك البلبله وديك الغوت، راه ما كتوصلنا حتى شي ميساج، فهمتيني؟ ما كتوصلنا حتى شي ميساج. انت دخلتي على اساس بطل، كنتحدى الابطال ديال المغرب، بطل ديال المغرب وبطل ديال المغرب، رد الشرف لراسك ورد العز لراسك، راك دليتي، فهمتيني؟ دليتي. وبالنسبه للخوت الناس هذيك الشده، الناس راه حاضرين وشايفين كل شيء، اقسم بالرب العلي العظيم ولا كنت علي ندير التقليد. خلي لهم الفيديو، خلي لهم الفيديو يشوفوا، خلي لكم الفيديو فاش كنت شادو، فاش كنت شديتش كخاين نور الدين الشينوي، والله تبقى تيحزق، قسما بالرب العلي العظيم تحزقت، فهمتيني؟ ومازال تجي نحزق يمك فاش ما جيتي، واي واحد، فهمتيني؟ وتحيه للناس، الناس المزيانين، خويا محمد قريبه.